اهلا بيك استاذ ايمن، منورنا ومشرفنا في موقع في الجون، وبنتشرف دايما بوجودك معانا. ربنا يخليك يا حامد، انا مبسوط جدا ان انت مشرفني النهارده. ده الشرف لينا. عشان انا بحبك على المستوى الشخصي كمان. ربنا يخليك، وطبعا نفس الكلام، انت عارف انت عايزك عندي ايه. في البدايه بقى عايزين نشوف نادي انبي الموسم الحالي، اكتر من تغيير لمدير فني، وكان الاختيار عشان نكون صراحه مع انا الكابتن تامر مصطفى، كان اختيار يعني نوعا ما صعب شويه. الناس كلها شككت ان ممكن تامر مصطفى يقدر ان هو يقعد بالفريق في الدوري، هو السنه يعني في اخر النهايه هو قدر يوصل المركز السادس. القرار اللي جالك ان انت تاخد قرار تامر مصطفى؟ طيب بص، بس علشان تبقى الامور واضحه من الاول، احنا انا من ساعه لما طبعا شرفت ان انا مسكت رئاسه نادي انبي، كان في جهاز موجود بقياده كابتن حلمي طولان، وانا من اول يوم متفق مع مجلس الاداره المحترم ان احنا مش عايزين نشتغل مع شويه، لازم نشتغل باجراءات. الاجراءات دي بتبقى بناء على بيانات، وانا شايف ان كانت المشكله في الموضوع ده دلوقتي يعني الفتره دي كانت طبعا، لان موضوع البيانات ده بالنسبه لي مهم جدا تعرف تاخد بيه قرارات محترمه. ابتدينا ناخد البيانات جزء جزء، لان طبعا الموضوع يعني بياخد جهد، خصوصا ان احنا ما كانش عندنا بيانات الفريق الاول. انا ما بعرفش اشتغل من غير بيانات، يعني ما ينفعش يبقى فريق اول ملوش بلاتفورم، ما ينفعش البلاتفورم ابقى معتمد على شركات او على حاجه. المفروض ان احنا بنشتغل على البيانات بتاعتنا، بنشتغل على البيانات بتاعتنا عشان حاجه مهمه. البيانات في حد ذاتها مفيده، ولما تعرف شخصية اللاعب من التعامل معاه مباشر، فالبيانات بتبقى أكثر إفادة. طبعا ما كانش فيه طبعا أي بيانات، حتى محلل الأداء اللي كان عندي يعني ما عرفش الفكرة إيه، يعني إن هو كان على جنب. البيانات اللي موجودة بيانات شايفة إنها ممكن تتجاب من على الإنترنت، اللاعب ده شارك قد إيه، اللاعب ده اتصف في ماتش إيه، مش دي البيانات اللي انا عايزها. انا عايز حضرتك كنت عايز ايه بالظبط؟ انا كنت عايز بيانات تحركات اللاعب ده بتبقى عامله ازاي، معدل التطوير بتاعه في التدريب عامل ازاي، معدل انتاجيته في الماتشات الوديه والماتشات الرسميه، الريكفري بتاعه بيجي بعد قد ايه. الكلام ده مش موجود. ابتدينا طبعا بعد رحيل كابتن حلمي، اتعاقدت مع فيرا، وانا باكد في اكثر من لقاء يعني ان انا كنت مصمم ان فيرا يجي بعد كابتن حلمي. كابتن حلمي طبعا مدرب كبير، ليه خبراته. المدير الفني ليه نوعين، في مدير فني سي في بيجيب بطولات زي فيرا، وفي مدير فني خبراته كبيره زي كابتن حلمي، 40 سنه تدريب، درب هنا ودرب هنا. يعني مفيش ما يجيبش البطوله، مش فارق معايا، بس انا فارق لازم بعد كابتن حلمي كان يجي مدرب السي في بتاعه قوي، محدش يجي يتكلم ويقول لك مين ده. وفيرا طبعا يعني طبعا اسم كبير. لا اسم كبير طبعا، ما فيش كلام يعني. فيرا كمان انا كنت مصمم عليه، لان انت عارف انا دراستي اصلا اداره. اول حاجه في الاداره في الشغل بتاعنا الكوتشنج، بتعرف تتعامل مع البيئه اللي معاك ازاي. يعني اداره الموارد البشريه دي موضوع صعب جدا، ولما تبقى لعيبه كوره يبقى اصعب. اللي انا لمسته في الفتره اللي احنا جينا فيها، لا كان في مشاكل كتير في التعاملات. وبالبيانات اللي عندي الكابتن فييرا هو متخصص جدا في طريقه التعامل مع الموارد البشريه، وفعلا اللي حصل طبعا مع الاضطرابات اللي حصلت، لان طبعا فييرا جه بعد كابتن حلمي، فييرا لعب معانا 13 ماتش. كان كابتن حلمي يعني قبل ما يمشي على طول كنا قعدنا معاه في لجنه الكوره، وكان بيطرح رؤيته. هو كان شايف ان الفريق في الجوله ال 34 في الوقت ده هيسلمنا الفريق في ترتيب ال 13. يعني هو الراجل كان بيتكلم في التقييمات كده، يعني بيقول لك اللعيبه اللي عندي بامكانياتها، مع ان هو كان المفروض كان موجود من الموسم اللي قبله، موجود في موسمين قبليه. بس هو يعني كابتن حلمي كان ليه وجهه نظر، بيقول لك ان المنافسه بقت كبيره جدا وكواليتي اللعيبه اختلفت. يعني ما بحبش اخش في فنيات، لان انا مش بس هو المفروض هو كمدير فني هو اللي اختار اللعيبه دي. طبعا، بس يعني هو الراجل برضه هو يعني هو كان شايف ان المعطيات ده، ما كانش في حوار، ده كان في اجتماع رسمي يعني، وقال لك انا شايف يعني. وانا كان بالنسبه لي كرئيس نادي
من حق اعرف الفرقه هتتسلم المركز الكام. في المركز الكام، والراجل كان بكل وضوح وكل صراحه قال المركز. ازعجك ما قال لك المركز 13؟ مش ازعجني، بس اتعمل عندي شويه علامات تعجب برضه، يعني لان خصوصا كابتن حلمي كان الموسم اللي قبله موصل الفرقه للسابع او السادس، بس هو الراجل كان بيتكلم يعني عنده مبررات ان المنافسه ومش المنافسه. كان اول شرط لفييرا وهو جاي ان لازم يحقق لي مركز متقدم عنده. فييرا سلمني احنا ترتيبنا كان التاسع، تاسع اخر الدوري، يعني اخر ماتش في الدوري خدنا التاسع. طبعا عدد النقط كان قليل قوي الموسم اللي فات لو تفتكر، يعني كان الفرق بيننا وبين ال 15 اعتقد 5 بوينت. بس بصراحه مرحله فييرا كانت مهمه جدا بالنسبه لي، لان هو بروفيشنال بيشتغل فنياته ماليش دعوه فيها، انما في الاداريات. هو ليه ما كملش؟ والله بص، احنا انت عارف انا عندي لجنه كوره، يعني انا ما بتدخلش في الفنيات خالص. انا كل القصه ان انا بدعم قراراتهم وبنشوف القصه ايه. لجنه الكوره يعني فيها طبعا ناس يعني خبراتهم كبيره جدا، مسكوا الفريق قبل كده زي كابتن خالد متولي، كابتن عبد الناصر محمد، هم لقيتهم ان هم بيقولوا لا يعني فييرا مش هيتناسب معاه. وبالمناسبه انا كنت رافض ان فييرا يمشي، بس انت يعني اخدت قرار ان انا كنت رافض ان فييرا يمشي، لان فييرا التقرير اللي جابهولي اخر الموسم وهو بيتناقش مع لجنه الكوره، تقرير يبين ان في حد بروفيشنال وفاهم وعارف وعايز يدي بيانات مظبوطه. وبالمناسبه من البيانات اللي مظبوطه دي ان فييرا كان حاطط سبيكس للعيبه، من ضمنهم كان بينزل قطاع الناشئين عندي هنا بيتفرج على اللعيبه. اول مدير فني يجي نادي امبي ينزل قطاع الناشئين يتفرج، وطلع لي لعيبه قال لي دول هيبقوا احسن لعيبه في مصر. كانش بيعتمد على ان هو الترشيح من تحت، هو كان بينزل لا بينزل بنفسه اللعيبه بقى اللي هو قال احسن لعيبه في مصر دول. محمد حمدي، انا هو اللي اكتشف محمد حمدي. طبعا محمد حمدي قال لي ده لعيب هيبقى في حته ثانيه. احمد جمال ده لسه ما ظهرش، هو موجود شغال مع كابتن طه مصطفى. النحاس، احمد اسماعيل. ما حاولتش هنرجع بخطوة اللي انت كنت ضد رحيله، ما حاولتش معاهم مع يعني مجلس الاداره ان انت ترفض الفكره؟ لا هو مش مجلس الاداره، هو مجلس الاداره اللجنه الفنيه. اللجنه الفنيه لقيت ان هم محتاجين مدرب مصري بمواصفات معينه، وانا اتعودت في حياتي في شغلي ان في قرار حتى لو ضد رغبتي ان احنا نديله كل العوامل اللي تنجحه. المفاجأة التانية ان هم وقع اختيارهم على كابتن احمد كوشن. انت كنت مش موافق على كابتن احمد كوشن؟ لا كنت رشحت تامر مصطفى. بعد ما جه كابتن احمد كوشري اشتغلنا مع كابتن احمد كوشري 8 ماتشات جاب فيهم 6 بونت. كان بعد ماتش الاسماعيلي، واللجنة واعضاء المجلس برضو وانا طبعا قلنا خلاص، يعني احنا كنا مقسمين برضو من ضمن الحاجات اللي كانت الناس مستغرباها، انا كنت مقسم الدوري لاربعة كوارتر، 8 8 8 8. قالوا لي مفيش حاجه في الكوره كده، قلت لهم انا مش عارف، مالهاش دعوه بالكوره، هي ليها دعوه. بس كنت الثمانيه دول كنت تجيب فيهم كام نقطه؟ الثمانيه انا ما كانش المشكله في النقط، المشكله ان انا بتجيلي بيانات بشوف، يعني احنا مثلا مع كابتن احمد كشري استقبلنا عدد من الاهداف لا حصر له، في مشكله. الايرور ظهر زي ما قلت لهم، ظهر مع ماتش البنك الاهلي، وبعد كده ظهر جلي في ماتش المقاولين اللي كنا متقدمين 2-0 وخلص الماتش 3-2. وبعد كده الاسماعيلي، في مشكله بقى فنيه من الناس الفنيين هيتكلموا فيها، انما انا بالنسبه لي التكوين ده في حاجه غلط. في مدرسه كده في الكوره، لما بيبقى الاداره يعني لما بتلاقي الوضع صعب بيلجأوا للمدير الفني الخبر. انا طبعا مش مؤمن بالموضوع ده نهائيا. كابتن طلعت طبعا ده راجل جميل وحبيبي، انا فاهم مش عارف يعني كابتن، بس انت مش مؤمن بحوار الخبره. كابتن طلعت ده من اجمل المديرين الفنيين اللي انا اتعاملت معاه، دي حقيقه، راجل ديسنت بجد يعني. بس في ادارات بتقول لك، وده تجارب حصلت في الدوري السنه دي، هنجيب المدير الفني باللغه بتاعتهم بيعرف يجيب النقطه. طب ايه السبب ان كابتن طلعت يوسف يمشي؟ كابتن طلعت جينا قعدنا في اجتماع، هو جه طلب في يناير لعيبه،
حاولنا بقدر الامكان طبعا ان احنا بما يتوافق مع الاداره علشان برضو تبقى الامور واضحه ماليه وفنيه. يعني ايه ماليه وفنيه برضو عشان الناس ما يحصلش فيها دايما يقول لك يعني ازاي المدير الفني من حقه؟ طبعا من حقه، بس احنا كان من حقنا كاداره فنيه تبقى شايفه برضو اللاعب ده هيبقى فين. وده بقى موضوع كان نادي انبي بيواجه بمعارضه رهيبه، واتثبت في الاخر ان الكلام هو اللي صح. وهديك مثل، مثل صارخ، اللعيب ده اصلا من اصول النادي ودايما بيبقى ثابت. وفي الاداره في مبدا كده لطيف بيقول لك مفيش ثابت، مفيش متغير بيتحكم في ثابت. فالمدير الفني مهما كان موجود هو اضعف حلقه في المجال ده. ممكن المدير الفني يجي يقعد شهرين ويمشي، بس اللعيب ده قعد 3 سنين، ده العهد بتاعه. فالقصه دي خدت مننا جهد كبير عشان نقنع بيها اتنين، البيئه الرياضيه والمديرين الفنيين اللي بيجوا. فكابتن طلعت لما جه نقى اعتقد 3 أو 4 لعيبه، كان من ضمنهم حد من بره ما عرفناش نتوفق. وهو الراجل يعني بمنتهى الاحترام يعني شاف ان التحدي كبير، عشان برضه تبقى الامور يعني الوضع كان صعب جدا. احنا كنا في الجوله 16 معانا 13 بوت، كان الفرقه تقريبا مركز 17 17 ومعنا 13 بوند. وهو دايما بيشوفوا ان المشكله الحقيقيه اللي موجوده اللعيبه خبرتها قليله. كابتن طلعت كان شايف كده، ومش كابتن طلعت بس، لا لا، كل مصر، كل مصر كانوا شايفين اللعيبه خبرتها قليله، والدوري الممتاز ليه خبرات معينه، وفي حدود الدنيا من الخبرات، الكلام اللي بيتقال، ولازم يبقى فيه 7 أو 8 لعيبه خبراتهم موجودة ويعرفوا ويدوروا التيم والكلام ده. أسباب بقى اللي أنت كنت مصمم إن كابتن تامر مصطفى يجي، أنت كنت شايفه اللي هو ممكن يقدر يعمله. أنا قابلت تامر مصطفى بعد ما كابتن فيرا مشي، قعدت معاه 2 ساعة، ما كناش في كورة خالص طبعا، لأن أنا ماليش في كورة طبعا زي ما أنت عارف. أكشن الكورة إزاي؟ لا ماليش يعني، ما هو خلي بالك الناس بص الناس برضو مش عارفة تفصل بين حاجتين، بين الكورة وإدارة الكورة. إدارة الكرة ده موضوع تاني خالص. إدارة الكرة أنا أفهم فيها، لأن شغلتي مش شغلتي الإدارة. فاللي بيدير أي حاجة بيدير أي حاجة في القصص خلاص. الكرة نفسها أنا طبعًا، يعني أنا مش هينفع أقعد مع كابتن حلمي ولا كابتن طلعت ولا كابتن تامر وأقول له أنت لعبت بطريقة كذا ولا أنت غيرت فلان، دي مش شغلتي أصلًا. محدش شاف أبدًا دكتور أسنان بيتناقش مع مهندس في الرسومات، وشيء منطقي طبعًا إن المدير الفني مش هيتكلم في الإدارة. فاحنا لما قعدت مع تامر وقعدت اتكلمت معاه 2 ساعة، انا دايما بقول عليه مدير فني مختلف. يعني مختلف؟ مدير فني تعرف الاداره بتتحدث معاه بكل سلاسه وبكل مرونه، ويقدر بامكانياته وخبراته الفنيه يطوعها تحت رؤيه الاداره. ودي بتبقى اقوى حاجه في المنظومه. طول عمر الفكره المدير الفني هنا والاداره بتاعت النادي كده. لا، هما الاثنين جنب بعض، هما واقفين كده. وبعدين بقى واحد بيخوف الثاني انه هينزل، لا هننزل المستوى، والثاني بيخوف الاولاني انه هيقيله، وماشيين كده. لا انا همشيك ولا احنا هننزل، تعالى نقعد نتكلم امكانياتك ايه ومحتاج ايه، بكل سلاسه على فكره. وبالمناسبه ده اللي حصل مع تامر. تامر مصطفى بيقول لك ما اتكلمش كوره، ما اعرفش حاجه، قعدنا اتكلمنا، قلت الراجل ده طب هي ابرز حاجه يعني فكره عجبك؟ بيسمع، عايز ينجح بهدف النجاح. فاللي عايز ينجح ده بيعمل ايه؟ بيبتدي يسمع. انا في النادي ده وانا داخل ممكن الصبح الاقي وانا بتاع كير سيرفيس، قال لي على فكره ممكن اصلا انفذها بكره. بسمع. النجاح سمع. اول ما تلاقي نفسك ما بتسمعش وانت بقيت جامد واللي هي طلعت كده، اعرف ان انت ايه نازل. لا نزلت، انت نازل خلاص. فتامر لا، حتى لما يبقى متشبث براي معين ونيجي نفرضه على الترابيزه بالمعطيات بالداتا بالبيانات، لا تتير. طب نشوف ده البني ادم اللي عايز ينجح. بص يا حامد، انا دايما بقول لهم في مجلس الاداره في فرق ما بين النجاح ومعيار النجاح. برضه الناس مش فاهمه.
النجاح يجي لك صدفه عادي. معيار النجاح عمره ما يجي صدفه، لانه معيار النجاح بناء على اجراءات، واجراءات كثيره جدا، منها الفشل ومنها الاستقرار شويه، وده اللي احنا عملناه. خلي بالك انا ماسك النادي بقالي سنه وسبعة اشهر. لو كنا اتكلمنا مع بعض من 5 اشهر وقلت لك نادي انبي هيخلص سادس كنت هتسيبني وتمشي. طب انت مع الكابتن طه مصطفى ما خلاص بقى مدير فني، اول حاجه قعدت معاه اتكلمت معاه في ايه؟ يعني بقى خلاص قررت رسمي اللي هو تعيين. انا قلت لطه مصطفى حاجه واحده بس، قلت له مالكش دعوه بالنتائج، مالكش دعوه بحاجه، اشتغل اخسر ولا يهمك. كابتن طه مصطفى لما خسرنا في الاسماعيلي انا نزلت للولاد في اوضه اللبس قلت له ولا حاجه، اقفل كمل عادي خلاص، اديته الثقه في كل حاجه. الخساره ما فيهاش مشكله، صح، هي المشكله الحقيقيه ان انت ما تعرفش انت خسرت ليه، صح، او كسبت ليه. طيب مصير بقى الكابتن تامر مصطفى بعد الاداء الهائل، الفرقه كانت في المركز 17 دلوقتي بقت في المركز السادس، خلاص فنشت، خلصت الموسم. كلام كتير، رايح سيراميكا، لا رايح الاتحاد السكندري، لا المصير ايه الكابتن تامر مصطفى؟ تامر مصطفى اللي بيني وبينه مش عقل. تامر اللي بيني وبينه مشروع، واحنا طرفين كل واحد مستفيد من المشروع. المشروع ده مجرد من الاطراف بتاعته، كل واحد ياخد التارجت بتاعه خلاص. تامر مصطفى طبعا هدفه انه يبقى بيتطور واحسن مدير فني في مصر، وده هدف وامل لاي مدير فني احسن مدير طبعا فني في مصر. يطلع منتخب، يطلع، يعني دي حاجه منطقيه جدا، بيطور نفسه. وانا هدفي ان احنا خلال فتره وجيزه نبقى اول نادي في مصر بنحقق فكره الصرف الآمن. مفيش حد حامد بيتخلى عن مشروعه، وتامر مصطفى بقى صاحب المشروع ده. حلو. فما ينفعش تخلى عنه. فده كلام يعني مش. طب والعقد اصلا ما بين انا عندي انا وتامر كان موسم ونص، نص الموسم اللي فات والموسم اللي جاي. بتفكر ان انت تجدد ولا؟ والله ولا يعني انا عايز اقول لك على حاجه، لا اعتقد تامر بيفكر ولا ايمن بيفكر، علشان احنا رؤيتنا ابعد من كده شويه، يعني احنا شايفين حته الناس مش شايفاها، احنا عينينا على المشروع، المشروع ده لما يتحقق خلاص يعني كل واحد دخل في التراك بتاعه، ممكن يتحقق كمان سنه، ممكن يتحقق كمان سنتين، فالموضوع مش صفه تعاقديه عشان بس اريحك يعني. تمام. طيب كابتن تامر مصطفى قعدت معاه تشوف في احتياجات الموسم الجديد ولا لسه؟ قعدنا مع بعض اتكلمنا، وهو يعني جه كان احنا عندنا طبعا مستشار مجلس الاداره الفني عندنا كابتن امام محمدين دلوقتي. كابتن امام محمدين هو اللي بيبقى موجود بيتكلم مع كابتن تامر وكابتن محمد اسماعيل. قعدوا اتكلموا معنا، عملنا اجتماع من 4 ايام كده بنشوف الاحتياجات، ومستنيين كمان التقرير بتاع الاناليسز عندنا عشان بنشوف البلاتفورم جايبين ايه، لان ده موضوع مهم برضو عشان نعرف اللي هنمشي والاحلال هيجي فين. بس انا عايز اقول لك على حاجه، ان باتفاق طبعا مع كابتن تامر يعني الموضوع هيبقى في اضيق الحدود. طبعا خلال الفتره الاخيره كان في كلام عن محمد حمدي اللي هو طبعا فيريرا هو اللي صعده فريق اول. هل فعلا في مفاوضات من نادي بيراميدز والزمالك؟ حد كلمك؟ لا يعني كلام بنسمعه زي ما انت بتسمعه كده، يعني عارف النادي اللي ممكن بيراميدز يكون عايزه والزمالك عايزه مثلا عن طريق وكلاء او كده بس. يعني انما حاجات رسميه ما حصلش. طبعا زمالك، بيراميدز، اهلي كده، حد برضه كان اتكلم يعني، بس انا مش مركز في الموضوع برضه. طب بصراحة. انت بقى محمد حمدي، محمد حمدي مش هيلعب في نادي في مصر الا انبي. طب لو حد عرض عرض رسمي هيبقى انبي طالب كام؟ عرض رسمي ب 50 مليون جنيه. 50 مليون كويس كده؟ كويس؟ انا بسألك عشان لا عرض يعني انا بقول لك حد جه عايز ياخد محمد حمدي في مصر افترض يعني ب 50 مليون جنيه. لا. ولا عايز تبيعه بكام؟ لا مش هبيعه عشان الفلوس. محمد حمدي احد العناصر اللي يمتلكها نادي انبي في اثبات هويته. محمد حمدي ده العنصر اللي هيطلع بره، وبالموديل ده ابتدي اسحب زمايله اللي اصغر منه موجودين، يتعرف ان في نادي في مصر اسمه انبي عنده كواليتي في قطاع الناشئين مش موجود، وابتدي اماركت عليه. طب هو هل في حاجه اصلا جات له من بره؟ في يعني شغال عليه. شغال طبعا. المفاوضات انت عارف في الاول وفي الاخر انت بيجي لك الانديه ده نادي ده ونادي ده، فبالتالي انت بتحط يعني ميزانيه يعني قيمه ماليه ليه معينه
لو هتبيعه او هترفض ان انت تبيع. اوت اوف رينج بالظبط. رينج لا لا مفيش. اوت اوف رينج خلاص يعني. لا لا. ده قرار نهائي. ايوه طبعا. محمد حمدي ده لو كان عنده 25 سنه 26 سنه نقعد نتكلم، انما ده ولد 2003 عنده 20 سنه. واللي اهم من كده ان الاتيتيود بتاعه والكالتشر بتاعته تمشي بره ينجح. المشكله مش في السفر، المشكله مش في الاحتراف على فكره. اي لعيب هنجيبه يطلع بره بس هينجح ولا لا؟ بالنسبه بقى لاحمد عيد، احمد عيد المفروض جاي لنادي انبي عاره سنه بنيه البيع. طيب هل احمد عيد دلوقتي من حق نادي انبي لو فعل البند دفع الفلوس هيبقى خلاص لعب نادي انبي، ولا لازم بترجع للاعب، ولا اللاعب ما مضاش عقد اصلا نادي انبي؟ بص احمد عيد حاله خاصه برضه، وبالمناسبه حاله خاصه مش عن بعيد، مش كوره، ما بتكلمش عن كوره، انا بكلمك على الاجراءات اللي حصلت. يعني احمد عيد احنا خدناه في الاول طبعا، انا ما فيش اي مشكله بيني وبين الزمالك خالص. الزمالك بتربطني بيه علاقات محترمه جدا زي الاهلي. لا الاهلي زي فيتشر، يعني احنا علاقاتنا بتبقى منضبطه ومحترمه جدا مع كل النوادي. بس احمد عيد عمل حاجه انا شايف ان لازم النوادي تخلي بالها منه. طبعا احمد عيد احنا لما خدناه من الزمالك كانش بيلعب دقيقه، بقى له سنه ونص ما واللي فيه احمد راح كذا عارس، راح الاسماعيلي، راح طرابلس، ما فيش اي حاجه. اللي فيه احمد عيد من النجاح بسبب ام بي خلاص، ده حاجه على جنب كده. ودي برضو من ضمن الهويه بتاعت ام بي، انها بتعرف تطلع من اللاعب اللي هي عايزاه. خلاص احمد عيد لما جينا ناخده اعاره، هو الولد كان بينه سنه في الزمالك ما مضاش تجديد. المفروض ان انا لما بيجي عندي لاعب هيطلع اعاره زي جنس مثلا كده، لو ليه سنه بمضيه. هو اي نادي عموما بيعمل كده، انت طالع سنه هتمضيك سنه. فالولد ابتدى لا ابقى السنه، يعني كان بينه سنتين، في سنه هتروح اعاره وخلوها كده خلاص. يعني كده احمد عيد فاضل له في الزمالك سنه لازم يجدد، يعني هو في ده المهم في الموضوع. حلو. مش مهم احمد عيد، يعني احمد عيد في يناير الجاي الزمالك ممكن يقدر يمضي لاي اذا ما مضاش مع الزمالك خلاص. وده اللي انا بتكلم فيه. مش مهم احمد عيد هيلعب في ام بي ولا يلعب في الزمالك. احنا المفروض ان احنا بنعمل كوادر، واحنا في دوري محترف، واحنا المفروض ان احنا بنعلم كل اللي في المجال اصول الشغل عامل ازاي. فاحمد عيد عمل حركه، طلع باوبشن تو باي وماضي في العقد بتاع الاتحاد، في شرط اضافي كده في الاتحاد اللي هو بيتوسخ في الاتحاد، موافق انه ينتقل انتقال نهائي لنادي والزمالك موافق. بس المفروض ان هو لما بيجي لي بيمضي عقد منفصل. الولد جه اللي عمله مع الزمالك عمله معايا، لقيته بيقول لي بس اديني شهرين انا بس بفكر. انا ماشي اشتغل، واشتغلنا معاه بمنتهى الطرفيه ومنتهى الاحترام. مش مثلا معلش ممكن اسالك سؤال؟ ممكن هل انت ساعتها فكرت اللي هو عادي ممكن اصلا ما ينجحش؟ ما يعني بمناسبه ان تجاربه اللي قبل كده كانت تعتبر ما نجحتش خالص. ما انا واخده مش طبيعي. طب ما انت ليه بقى ما خليتوش يمضي؟ ما هو قال لك اصبر عليا شويه استناني. طب هو اللعيب ما يقول كده انت ممكن عادي تستنى عليه؟ ما هو احنا بنتعامل، بص يا حامد والله نادي انبي مختلف. يعني انا كلمت الولد نفسي قبل ما يطلع، حتى يا حبيبي انت خلاص انت المفروض هتطلع المغرب وهترجع خلاص، طب اديني فرصه بس. رفض زي لا يا ريته رفض. على فكره انا ما عنديش مشكله انه رفض لانه من حقه يرفض، انما ما ينفعش يبقى ده الاسلوب. فعايز سايب رابط هنا في ام بي ورابط هنا في الزمالك، ودي طريقه لولا ان اداره الزمالك واداره ام بي، وانا بقول لك ده اللي هيحصل عمرنا ما هنختلف. لازم اللاعب يعرف كويس جدا ان ليه دور، لما يتعداه لازم هيتعاقب لازم. وانا عايز اقول لك على حاجه ودي حقيقه لازم كلنا نقر بيها. انا بعت للزمالك وبعت الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد جواب ان انا بفعل بند الشراء. طب وبند الشراء كم تدفع كام عشان تفعل؟ 3 مليون. هو ما مضاش عقد منفصل، انما هو في عقد بيني وبينه انه موافق. فخلينا بقى يعني نوصل لابعد الحدود في الموضوع ده. بالمناسبه مش ابعد الحدود علشان احمد عيد يبقى في الزمالك ولا في انبي. انا بكلمك على اتيتيود، انا بكلمك على اثكس، وده موضوع مهم. موضوع مهم يفيد بعد كده كل النوادي، لان مش هينفع كل لعيب يجي يعمل حاجه هنا ويعمل حاجه هنا علشان قافل تليفوناته طبعا، يعني برضه بطريقه انا مش فاهمها ومش مستوعبها.
واقول لك ليه مش فاهمها ومش مستوعبها، لان احمد عيد ده كان في المغرب، وجات الدفعه الثالثه بتاعتنا، احنا من النوادي القليله ان كل دفعاتها بالمعاد، وهو في المغرب حول الفلوس وما مضاش ولا. احنا كده التعامل البروفيشنال بيبقى كده. قول لي انا مش عايز من اول يوم، انما لا ده انا معاكم، ايه النادي جميل جدا، انا نفسي افضل معاكم على طول. انت فاكر ان انت لما هتقول لي كده هلاعبك، ولو قلت لي حاجه كده مش هلاعبك؟ مفيش كده، انا جايبك عشان احتياجاتي. الموضوع يا جماعه مش عيب. فلما الاقي الدنيا كده قافل تليفوناته، اعتقد يعني ما اعرفش اذا كان صح ولا لا، الزمالك مش عارف يوصل له ولا انا عارف اوصل له، انما انا يعني في الصدد ده هتاخذ كل اجراءات القانونيه. طب ايه الاجراءات اللي انت ممكن تاخدها ضد احمد عيد؟ ولا حاجه خالص. انا بعت التفعيل، طبعا مش هينفع ابعت الفلوس لان نادي الزمالك طبعا تعرف فيه ظروف معينه لازم حد يرد عليا، هيبقى التعامل ازاي، انما بعت الحاجات في ال. طب الزمالك رد عليك؟ لا انا خالص في ال في ال. طب والاتحاد؟ لا الاتحاد اصله ده يعني فور انفو، يعني ببعت الاتحاد فور انفو بس، انما يعني هنشوف الدنيا ايه. طب معلش، هو التفعيل ده هل كان فيه مده في لا لا ان انت لا لا تفعل في ميعاد معين ولا كان عادي مفتوح؟ لا نهايه الموسم، وانا فعلت نهايه الموسم. خلي بالك هي الهدف من التفعيل المراسلات، انما بقيه الاجراءات ما احنا ممكن ناخد وقت. يعني انا ممكن احمد عيد ده كشف الطبي او بلاش كشف الطبي، الفلوس التحويلات بقيه التعاملات معاه بتاخد وقت، انما انا بعت في المواعيد الرسميه، وانا يعني متفاعل مع المستشار القانوني بتاعنا سلفاتوري، في مستشار القانوني سلفاتوري متابع معاه في كل خطوه لاحمد عيد. تمام. طب هو دلوقتي لو احمد عيد فجاه لقيناه موجود في تدريبات نادي الزمالك، اه ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه، هاخد اجراءاتي. طب الاجراءات دي انت ما تناقشت مع المستشار القانوني للنادي، هل ممكن يبقى فيه ايقاف للعب؟ اه يعني يعني سلفاتوري لما جينا اتكلمنا ترجمنا له الحاجات وشاف الحاجات، علشان برضه هو دايما اللاعب معتمد ان هو ما مضاش العقد المنفصل، انما في اخلاق عامه وفي ارتباطات بيسموها المين فريم اللي هي الحروف الاوليه، فهو هو بالاحرف الاولى هو موافق، لو ما كانش الشرط ده موجود خلاص، انما هو بالاحرف الاولى موافق. طب وانت اثبتت ازاي اللي هو موافق؟ بالعقد بتاع الاتحاد، عقد الاتحاد، عقد الاتحاد في الشروط الاضافيه شرط واضح. انت دلوقتي عايز تبعت 83 احمد عيد لو جالك وقال لك انا مش عايز اكمل في انبي، عايز ارجع الزمالك قوي، هتعمل ايه؟ قوي. ايوه، ايه الاجراء اللي هتاخده؟ لا يجي لي الاول علشان يبقى عارف ان ان احنا لينا طريقه في التعامل. خلي بالك يا حامد، انا يهمني طريقه التعامل اهم من النتائج. مفيش نادي انبي مش واقف على لاعب، وبالمناسبه النادي انبي اللي عمل احمد عيد يعني يعني مش محتاجه ان احنا نتكلم فيها. هو شاطر طبعا، شاطر عنده، هو ما بانش ولا ظهر ولا رجع يعني، ما ظهرش الا مع انبي. طب انت ساعتها في الوقت ده انت اصلا ممكن يبقى ليك ان انت تطلب فلوس من الزمالك؟ مش عايز احسبها كده حامد، ولا بتبقى ايه؟ انا ما بحسبهاش كده، انا بحسب حاجه تانية تهمني وتهم الزمالك. ولو قعدنا فكرنا كادارتين كادارتين لازم يتاخد اجراء منضبط، مش عشان حاجه، عشان اللي جاي. يعني احمد عيد كده باعت رساله للعيبه وللناس ان ممكن لعيب يعني يتلاعب بنادي هنا ويتلاعب بنادي هنا، وده مش صح على فكره، مش صح، لا لصالح لا لصالح النوادي ولا لصالح اللعيبه ولا لصالح الكره المصريه. الازمه اللي عملها احمد عيد دلوقتي دي حسسك بعد كده ما تيجي تمضي مع اي لاعب عرب نيه البيع اللي انت لازم تمضيه؟ والله ما بحسبها كده يا حامد. خلي بالك احنا دايما في تعاملاتنا في ام بي ما هو ولد بيقول لك انا همضي، يعني خلي بالك انت ما بتتعاملش مع حد من بره، يعني ده لعيب محترف. المشكله الحقيقيه بقى ان احمد عيد بيقول لك انا املي احترف بره. تحترف بره ازاي وانت افكارك كده؟ ازاي يعني؟ يعني انا واحد من الناس، انا هديك مفاجاه مش هتصدقها، النادي اللي بيتفاوض معايا على محمد حمدي حاطط في يعني التيم السكاوتنج بتاعه الاول. يعني النادي ده ايه؟ في الدوري ايه؟ في البرتغال. في البرتغال؟ اه. يعني في عقد برتغالي؟ لا لا يعني بيتشوفوا يعني هو السكاوتنج تيم، يعني في فوضات من البرتغالي. اه السكاوتنج تيم. فوجئت من ثلاث ايام
انهم بيتكلموا على محمد، على احمد عيد. النادي ده نفسه، النادي ده هو ما هو هو السكاوتنج تيم ده بيشاف بيشوف محمد حمدي وعجبه احمد عيد. يعني مش عجبه احمد عيد، يعني بيقول لي احمد عيد ده هو وضعه ايه؟ ردك كان ايه بقى؟ قلت له ما اعرفوش. قلت له ما تعرفوش، اسم نادي ام بي واسمي اهم من اي حاجه في الدنيا. طب هو الرد عليك ايه؟ يعني انت لعيب معاك في الفرقه وقلت له ما تعرفوش؟ ما اعرفوش، الولد ما بيكلمنيش على الكوره. اوكي خلانك. ماشي. السكاوتنج تيم مش بيسالوا على فنيات الكوره، بيسالوا رئاسه النادي او اداره النادي. هم دايما بيسالوا كده على اتيتيود الولد عامل ازاي. يعني احنا بعتنا لهم تقرير مفصل عن محمد حمدي من ساعه لما جه وبيتمرن ازاي، عصبيته عامله ازاي، هو بيبقى عايز يعرف. ودي وفي حاجه اسمها امانه عرض في الشغل. فلما جه احمد ايه قلت له ما اعرفش، ولازم اقول له ما اعرفش. لان ردهم كان ايه؟ لا هو يعني مش مبقاش فاهم، بس هو استوعب في الاخر ان في حاجه مش مظبوط. لان الحماس اللي بنتكلم فيها او التفاصيل، احنا بنديهم تفاصيل يعني حياه يوميه. فلما يبقى لاعب عندك كده، واعتقد بقى ان هو برضه بالسكاوتنج تيم بتاعه عارف ان المشكله اللي عاملها الولد وقافل التليفون وعامل، فاكيد استوعب. يعني هو يعتبر بحاجه زي دي ضيع عليه حاجه اللي هو كان يسافر بره. ما اعرفش اذا كان ضيعها ولا ما، يعني برضه ما اعرفش افكارهم ايه. بس انا عمري ما هيجي حد هيسالني على سؤال على حاجه معينه وهقول كلام عكسه، لا كلام انا مش مقتنع بيه. بس طب نصحتك بقى لاحمد عيد، انا بحبه على المستوى الشخصي، بس محتاج يقعد مع معد نفسي فترات كبيره اذا كان عايز يحترف. لان الاحتراف مش كوره. ساعه ماتش الزمالك لما كنا بنلعب امبي والزمالك، هل هو طالع من ناشئ الزمالك حقيقي وبيحب نادي الزمالك وغنى مع الـ كان غلط كبير. مش علشان غنى للزمالك ولا غنى الانبي لازم يفهم يعني ايه لعيب محترف. طب انت اتكلمت معاه بعد الموضوع ده؟ اتكلمت يعني ايه، مش اتكلمت معاه، اديته كلمتين بس. كابتن طه مصطفى اتكلم معاه كتير قوي. وبالمناسبه الموضوع مش قصه انه بيحب الزمالك فما مسكش نفسه فغنى، لا. انت لبست تيشرت امبي فخلاص لازم تحترم النادي اللي يعني انت موجود فيه. خلاص مش تحترمه، هو هي دي قناعاتك. انت راجل محترف بتتكلموا عن الاحتراف. الاحتراف ليه اداب. اداب الاحتراف ان انا لما البس البدله بتاعت، يعني انا طول عمري شغال في شركه بترول وفي مكتب بوزاره نقل. لما جيت نادي امبي لبست التيشيرت على امبي، خلاص. ما هو الاحتراف كده، ما هو الاحتراف ده شغل والاحتراف كوره. فلازم يعني يشتغل على نفسه كتير بصراحه. طيب بالنسبه بقى لمحمد حمدي، العرض البرتغالي ده جه عرض رسمي ولا هم لسه بيستفسروا ولا عايزين معايشه ولا العرض ايه بالظبط؟ جه عرض رسمي واحنا لسه بنتناقش. طب القيمه الماليه تتناسب مع، يعني انت كنا بنتكلم ان محمد حمدي انت كده كده عايز تطلعه. بص هقول لك، انا هكمل لك السؤال. انت عايز تطلعه وتخليه يحترف بره. هل الفلوس يعني في رينج معين استاذ ايمن الشريعه حاطط ليه رينج معين مش هينفع يطلع غير بالرقم ده؟ لا، التفاوضات في موضوع حمدي مش تفاوضات فلوس، على قد تفاوضات المستقبل ايه. يعني انت ممكن تطلعه برقم قليل ويبقى ليك نسبه عدد بيع طبعا طبعا كبيره. طبعا ما عنديش اي مشكله، بس عندي مشكله في ايه بقى؟ عندي مشكله النادي اللي هيروح له ايه؟ والنادي اللي رايح له ده مخطط السنه اللي هو هيروح فيها دي هيعمل ايه وهيشتغل مع ولاد ازاي؟ ده موضوع مهم. لان البرتغال مميزين جدا في السن ده انهم بيطوروا وبيطلع غالبا من النادي ده لسبورتنج لشبونه او من دايركت لحاجه في اوروبا. طب هو نادي درجه اولى ولا درجه؟ لا درجه اولى. درجه اولى. درجه اولى. يعني ما فيش مراكز كام؟ ايه؟ المركز الكام في الدوري البرتغالي؟ يعني مين الاول خمسه اخر خمسه في النص؟ طيب اول خمسه. تمام، ده بالنسبه لمحمد حمدي. طب بالنسبه لحمدي فتحي، هل نادي انبي حصل على نسبه اعاده البيع من النادي الاهلي؟ حمدي فتحي لغايه دلوقتي نادي انبي ما خدش ولا دولار. بس نادي الاهلي نادي المبادئ والقيم، فمش محتاج ان حد يفكر.
انا متاكد من كده. طب هل في وقت معين لو الاهلي ما بعتش الفلوس انت بتبعت؟ تواصلت مع كابتن محمود الخطيب، هو الراجل طبعا يعني تربطني بيه علاقه قويه جدا من قبل الكوره. يعني انا بس يهمني في الموضوع ده ان انا اطلع على عقد حمدي فتحي. لازم. الرد الرد كان ايه؟ لا هم يعني واضح ان هم كانوا مشغولين طبعا في امام عاشور، الصفقه بتاعت امام عاشور، فبرضه يعني الناس بيبقى عندهم شويه اهتمامات وبيظبطوا صفوفهم، فمفيش مشكله. انما انا اعتقد يعني ان خلال الايام اللي جايه دي، لان الموضوع طبعا لازم يخلص قبل فتره القيد، لان انا عارف ان كان الاتحاد بيتكلم ان مش هينفع اي نادي يشتغل في قيد لعيب الا لما يبقى مفيش مديونيات في حد، اعتقد كده صح. هو طيب يعني مفيش مده معينه تبعت فيها لو الاهلي ما بعتش؟ لا يعني اليومين الجايين دول هنبتدي نتفاعل، بس التفاعل الاساسي في الموضوع ان لازم شوف العقد طبعا علشان لازم تطلع على حساب الازمه. تمام. طيب بالنسبه، احنا كنا بنتكلم عن سلفاتوري المستشار القانوني للنادي، ازمه زياد بوغطاس وصلت لفين وايه اللي حصل؟ ازمه زياد بوغطاس ترجعنا للفكره اللي انا قلت لك عليها، اللي كانت مصر كلها بتعارض اداره ام بي فيها. زياد بوغطاس لعيب تونسي، انا ما حضرتوش طبعا وما شفتوش. انا عارفه كان ما كانش في مجلسك. كابتن حلمي طولام طلبه، الاداره جابته على طول. كان الموضوع مختلف خالص عن الادارات بتاعتنا. جه ما لعبش، ابتدت تحصل خلافات ممكن فنيه ممكن ماليه ممكن اداريه، بس اساس اللاعب المحترف عشان تجيبه يعني بيع. صح. اي مشاكل تانية ماليه نقدر نحلها، انما اللاعب ما بيستحملش انه ما بيلعبش. استلمت النادي 5/12 تقريبا او 6/12، لقيت ملف محطوط عليا ان زياد بوغطاس واخد حكم بمليون دولار او حاجه كده يعني. اللي هو العقد كامل، عقده 3 سنين. عقده كامل يعني. تواصلت مع الولد بصراحه، وحاولت اتواصل معاه يعني، وحتى المحامي بتاعه راجل محترم جدا استاذ انيس بيزبيني، وقلت له تعالى الاداره اتغيرت يا ابني وتعالى نقعد شوف انت عايز ايه. بس كان واضح ان الولد نفسيا قفل خالص يعني. خدت اجراءاتي القانونيه اللي المفروض اخدها، ما مالناش ذنب في حاجه، لا جهازي الفني اللي موجود دلوقتي ولا مجلس الاداره. صح. اللي موجود دلوقتي طبعا. طبعا خدت الاجراءات وتعاقدت مع سلفاتوري وابتدينا نشتغل، واحنا بصدد دلوقتي ان احنا بنشوف حلول. ما هي دي المشكله. طب انت هتدفع الفلوس كامله ولا ممكن حلول اللي انت تدفع؟ والله بنحاول نشوف يعني، هنحاول بقدر الامكان نحلها في اسرع وقت بحلول ترضي الطرفين. انما احنا انا يعني كاداره نادي ام بي، انا ما حطيت في الموقف ده بسبب سواء مدير فني كابتن حلمي او الاداره ايا كانت القصه ايه، بس موقف لازم نحله. زي ما احنا في يعني رجعنا ورا شويه بالنسبه لزياد بوغطاس، مصطفى شلبي بقى وانتقاله لنادي الزمالك ومفاوضات الاهلي، هل فعلا تاني مصطفى شلبي؟ ماشي معلش. هل فعلا في الفتره دي انت ساعه مفاوضات الزمالك انت قفلت تليفونك واختفيت عن نادي الزمالك في الرد؟ انا قفلت تليفوني؟ يعني ما عجبكش الرقم في المفاوضات؟ انا لا عمري اقفل تليفوني ولا عمري ما اردش على حد، لان الموضوع كلمه الناس بتفهم ان لا دي وحشه، لا دي احد الحلول، عادي ما فيش حاجه. مصطفى شلبي خد يعني خد وقت كبير جدا في المفاوضات. بدات الاول من الاهلي، المفاوضات قعدت مع الاهلي شهر. حلو. وصلت ليه في الاخر؟ يعني 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 الاهلي كان عرض كام وانت عرضت كام؟ خلاص احنا يعني ده موضوع مهم لازم الناس تعرفه. لازم الناس تعرفه، اكيد منك هيبقى مختلف. ايه الفكره يعني؟ الاهلي وصل لغايه تقريبا 14 مليون او 15 مليون على ما اتذكر، احنا بقى لنا سنه وما نفعش بعد كل المحاولات. 14 مليون كان في لعيبه ولا 14 مليون؟ لا 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 لا، انا ما كنتش باخد لعيبه خالص من النادي الاهلي يعني، مش عشان حاجه طبعا، لعيبه النادي الاهلي يعني كواليتي عالي، بس انا عندي مشكله ان العقود بتاعتهم ما تناسبش عقود ام بي فاوضه اللبس. فبعد ما المفاوضات حتى الولد عرض انه يدفع من فلوسه علشان يروح مصطفى شلبي. والمفاوضات مع كان الوكيل وتامر النحاس كان قاعد حاول كل المحاولات يعني، والمفاوضات وقفت. دخل الزمالك وكلمنا والولد وافق وراح يعني. الموضوع مش عارف، كان الناس كانت مستغربه جدا ساعه لما قلت كان مصطفى شلبي رغبته الاهلي، والناس صارت مش يعني مش عارف
طب هو كانت رغبته الاهلي، وانت قلت دلوقتي هو كان عايز يتنازل، ده مفيش مشكله. آه. هل ساعه الزمالك هو اللاعب ما كانش عايز يروح الزمالك؟ طب امال لما راح ازاي؟ ما هو كان رغبته الاهلي ماشي، ما حبش هو يكمل في انبي. لا بص، عايز اقول لك على حاجه، عشان الناس قالت برضو ان انا رفضت اوديه الزمالك، انا مختلف عنهم، انا بشتغل باحتراف برضو، مفيش حاجه اسمها رفضت اديته الزمالك ولا وديته، مصلحه النادي بتاعي. والدليل على كده لما الزمالك حط 23 مليون جنيه راح للزمالك، الاهلي حط 14. ما اتكلمتش مع اللاعب اللي هو مثلا ممكن يقعد انبي لو عايز يروح الاهلي؟ اتكلمت معاه انه ما دام الدنيا قفلت كده استنى يا ابني سنه، اقعد سنه او اقعد 6 شهور، دي حقيقه. يرجع اهلي بقى عرض تاني بقى. يعني ساعات لما بتبقى الدنيا مش مظبطه كده حامد، المفروض البني ادم بيعمل ايه؟ بياخد خطوه لورا. فانا كنت عايز اديله الخطوه اللي ورا. الولد طبعا عنده مشاكل، ما هو برضه الخطوه اللي ورا دي، ما هو يا حبيبي برضه سنه كبير، فعايز العقد اللي بياخده في الزمالك او في الاهلي مش هياخده عندي. حتى لو انا زودت له عقد، ما انا مهما زودت فيه رينش دي حقيقه يعني، مع بقى الضغوط مع الحاله النفسيه يعني الشغلانه حصلت كده. وحتى المصري، ما هو المصري كان عايزه بكام بقى؟ عرض كام؟ نفس الارقام. مصطفى شلبي ب 25 مليون جنيه، كلمنا مع الزمالك مع المصري مع الاهلي ب 25 مليون جنيه. انا ما يشغلنيش وجهه الولد فين، لانها كلها نوادي كبيره، نوادي محترمه. طب والمصري عرضه وقف لحد فين؟ لا المصري وقف، الولد نفسه كان ميال للزمالك خلاص يعني، خلاص بعد الاهلي كان المصري خلاص، الولد ميال للزمالك يعني. برضه في الاخر قيمه الاهلي والزمالك بتبقى الناس كلها حاطه في حته معينه. وانا اتكلمت معاه بكل بصراحه وبكل اريحيه، وبمناسبه كمان الولد مصطفى شلبي ده لطيف جدا ومتزن جدا ومؤدب جدا يعني الناس بس يعني مع نطشه الاهلي والزمالك، ولما جيت اتكلمت قلت له معاك كان رغبته الاهلي، ناس قفشت وناس عملت تسع عند كلمتك اللي هو كانت رغبته الاهلي برضه. بص يا حبيبي، يعني في حقائق حصلت انت هتغيرها ازاي؟ ممكن تعمل في البرنامج بتاعك ده مونتاج، صح؟ انما في الاخر مصطفى شلبي طبعا كمان هو ده، ومصطفى شلبي اصلا يعني هو الولد كان كلامه معانا كده على فكره، وده ما تعبوش. كان كلامه ايه اللي هو عايز يروح الاهلي يا جماعه؟ هو في دي ما تعبوش على فكره، ولما راح الزمالك ما تعبوش. هو امام عاشور مش كان في الزمالك؟ احنا هنتكلم دلوقتي في امام عاشور. انا مش عارف، انا هو اشمعنى؟ انا مش فاهم، انا انتوا عايزينها احتراف ولا عايزينها بالكيف؟ بالكيف ما تكلمش في احتراف بس خلاص، اقفل بقى، ما عنديش مشكله. جيش تقول لي بقى انا عايز اطلع فلان وشفت لي محمد صلاح، انت مالك انت محمد صلاح؟ اذا كنت عايز تعملها بالكيف، ما هو رايح نفسك. فلازم تحط الكرايتيريا اللي هنشتغل عليه. احتراف، الاحتراف ده بتاخده من الاول لاخر، اخلاق اللاعب، تعليم اللاعب، طباعه، هدفيته جوه الملعب، تعامله مع الناس بره الملعب، كل ده ال 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 الراحه السلبيه اللي بياخدها. يعني مش احنا عندنا، احنا واخدين اجازه دلوقتي صح؟ صح. المعد البدني والراجل بتاع الاناليسيس بيتواصل كل يوم مع اللعيب، ده الاحتراف. مش احتراف، يلا يا حبيبي اللي عايز ياكل واللي عايز يجري اللي عايز يتفسح ماشي، مش كده. رايك كيف انضمام امام عاشور للنادي الاهلي؟ من كيس ايه برضه عشان بس يعني من حيث اللي هو كان في الزمالك، طلع مع رئيس النادي اتكلم ان هو انا هرجع لنادي الزمالك. اه طرف رجع لنادي الاهلي، عمل ايه؟ احترف. احترف مش احترف. بالظبط. المعيار احتراف ولا الاول من نادي الزمالك كان احتراف؟ احتراف يعني لما دخل، هو داخل نادي الزمالك راجل محترف. هو العقد بتاع اللاعب في اتحاد الكوره بيكتب لك ايه؟ لاعب محترف. محترف ده ملوش دعوه باهلي ولا زمالك ولا انبي ولا اي حاجه، ده ليه دعوه بحاجه واحده بس، بوزيشن وكواليتي واحتياجات، يطلع من هنا يروح هنا اذا كنتوا عايزينها كده. شايف ان الاهلي يجيبه بالرقم ده هيفتح السوق؟ يعني مثلا نادي من الانديه، مثلا نادي انبي طول عمره بيقدر يبيع بارقام عاليه، هل ده يخليك ان هو الفتره الجايه لو اهلي او زمالك عرض هتطلب برضه مبلغ اكبر؟ عرض على ايه؟ اي لعيب عايز يشتريه اكس من الفريق. ما هو لازم اعرف
بتتكلم على ايه يعني؟ انا دلوقتي الاهلي دفع في لعيب هو في الاول وفي الاخر مصري، سواء كان محترف، 3,250,000 شايف الرقم ده كبير ولا الرقم ده عادي؟ وهل الرقم ده يخلينا نرجع زي الفتره اللي كانت فيها بيراميدز اول ما كان موجود وخلنا الارقام تعلى ساعه صفقه صلاح؟ طبعا انت عارف ان صفقه صلاح محسن هي ماشي، بس صلاح محسن كان ليها معطيات تانية يعني. بالظبط، فعلا المعطيات دي ممكن برضه. بص انا شايف انا بشوف دايما موضوع البرايسنج ده مرتبط ب بنسبه احتياج النادي. ممكن يكونوا شايفين ان الجزء اللي هيشتغل فيه امام عاشور بيساوي بطولات هيحصدها الاهلي خلال السنه اللي جايه او السنتين، فالاتنين ونص مليون دولار دول ولا حاجه. ثلاثة أربعة خمسة دول ولا حاجة ولا حاجة. ليه؟ لأن القصة كلها تخص بطولات الأهلي، اسم الأهلي. فلا، اتنين ونص مليون دولار قصاد اسم الأهلي ولا حاجة، ده 2.5 مليون دولار قصاد اسم أي نادي ولا حاجة. فالهزمة كده. إنما تقول لي بقى بالبزنس، خلينا نتكلم بزنس بقى، البزنس ده هيحرك السوق فين؟ لا، يحرك السوق، انا اقول لك يحرك السوق كتير كتير. يعني بمعنى احمد اوف، طبعا انا مش للبيع طبعا، انما انا بالنسبه لي 50 مليون جنيه. انا فاهم مش للبيع، ما انا لسه اتكلم فيه عشان عارف ان احمد اوف هو مش في عروض بره. لا لا، هو مش للبيع، انت واخد بالك، انما 50 60 عادي. انت شايف خلاص الاسعار الفتره البدايه اللي هو لا لا عادي عادي للكواليتي بتاعه. ما هو خلي بالك برضو انت عندك ندره في المهاجمين المصريين. في مشكلتين في اللعيبه دلوقتي، الفرود والمساكين. فاللي عنده مساك مميز مش هيقيمه بثمنه، هيقيمه بنسبه احتياج النادي اللي رايح. وده خلي بالك ده 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 سياسه تسعيريه مختلفه تماما، مختلفه اختلاف انت مش متخيله، مختلفه اختلاف انها ممكن توصل للتريبل. الادارات برضو عندها سكاوتنج تيم بتشوف احتياجات اداره النوادي للعيبه ايه. نفترض مثلا ان نادي اكس عنده الفيرون بتاعه مشي، مش هيكمل، وهو تارجت الاداره السنه الجايه انها تخش مثلا تنافس على المربع الذهبي، وميزانيتهم سامحه بكده، وانا عندي فيرون لازم وانا داخل ابقى ضارب 1.5 جنو بوكا بقى. اه، اللي حصل لأنه بوكا كان خلاص فاضل له 6 شهور. انت قررت ساعتها ان انت برضو مش هتبيعه غير بالسعر المناسب. اه، يعني وقتها انت ما يعني ما خفتش مثلا ان جنو بوكا ما يعرف ما تقدرش تجيب السعر اللي انت تبيعه بيه؟ لا، خاف من ايه يعني؟ كان التفكير ساعتها، التفكير ساعتها بنفس المبدا انه هو هيطلع فري، ما هيطلع فري. بس هيخسر لو كان جاله الفلوس اللي كان ساعتها الزمالك محتاجه. ما انا كنت هكسب الفلوس، بس كنت هكسب النادي. كان جون أوموكا السنة اللي فضل فيها كان هيبقى مولود بيلعب ونجم وبقينا في الدوري، وده بفلوس ما يطلع فري. طب ايه المفاوضات بقى اللي جات له فعلا؟ كان في مفاوضات من الاهلي والزمالك؟ اه طبعا. طب ايه المفاوضات بقى من الاهلي والزمالك؟ لا، جون أوموكا كان اهلي وزمالك وفيوتشر والمصري، في الاخر اخدوا سيراميكا. في الاخر اخدوا سيراميكا. اه، ايه بقى المفاوضات من كل نادي؟ الاهلي ايه اللي حصل وليه ما تمت؟ برايسنج مش عارف، كانوا عايزين مش عارف 12 13 15 حاجه كده يعني. رفض طبعا. طب وفيتشر؟ زود شويه 2 مليون مثلا كمان. 15 يعني؟ اه 18 17 رينج ده يعني. تمام. طب والزمالك؟ نفس كل، بص هو يعني الرينج كده يعني. هم قرروا. خلي بالك ان جين اوكا معاه وكيل كمان كان بيتعامل على طول مع الناس نيجيري. كانوا مقررين كله ان الرينج من 15 ل 16 17. بس اول مفاوضين ليه كان الاهلي. اول مفاوضين مين اللي كلمك؟ لا، انت قعدت مع كابتن محمود يعني؟ قعدت مع كابتن محمود. طبعا لا، كان المفاوضات بقى كابتن محمود يعني بيتكلم عايزين فلان وفلان وجوك او مصطفى شلبي. مصطفى شلبي يعني احتياجات اكيد ليهم يعني. انما التسعيره ما انا عايز اقول لك حاجه، كان مع الاثنين دول واحد تاني غريب قوي، محمد حمدي. محمد حمدي مين اللي كان محتاجه؟ الاهلي. الاهلي كابتن محمود خطيب طلبه منه؟ كابتن محمود هو مش عارف الاسماء، بس كان امير توفيق اتكلم معاه وفوض وخلص، وانا جددت الولد وخليته.
كان خلص مع الولد طبعا. وازاي الاهلي ما عرفش يخلصه؟ ما عرفش يخلصه منين؟ ما هو يعني مش انت بتقول بيتفاوض معاه يعني اتفاوض مع الولد، الولد كان قطاع ناشئين هنا، كان قطاع ناشئين بس يعني كان في عقد مع النادي انبي، كان بقاله 14 من فري، 14 بقى فري. طب وازاي قدرت ان انت تخليه يكمل يعني الواد؟ اه يعني الواد هو يعني محمد حمدي مضى يعني خلاص مضى مع الاهلي واتفاوض مع الاهلي اه فعلا، فاكيد اللعيب يعني قعد اتكلم مع امير توفيق وقعد يا كابتن امير وخل يعني كانوا بيتكلموا خلاصين مع بعض. فاكيد اللعيب بيبقى طموحه اي في اي نادي مثلا بيبقى ساعتها اللي هو نادي جماهيري اهلي او زمالك. اه طبعا. هو اللاعب انت بقى قدرت تخليه ازاي يعني يستغنى عن الفكره دي ويكمل في انبي؟ هل عشان يحترف بره ولا عشان ايه بالظبط؟ لا عشان اداره انبي برضه ليها افكار بالظبط، وانا عشان كده عايز افهم منك ايه اللي انت قلته له عشان هو يقدر ان هو يكمل. ما ينفعش لعيب ابقى انا جبته قاعد عندي قطاع الناشئين بتاعي 8 9 سنين، انا اللي فهمته يشتغل ازاي، تعاملت مع مشاكله، تعاملت مع فنياته، تعاملت مع فكره ذكائه وطورنا، وبعد التسع سنين بكل سلاسه نروح رايح نادي تاني؟ مش منطقي يعني. المنطقي في المنطق في حاجات لوجيك تعمل ايه بقى؟ تستفيد بيه الاول وبعد ما تستفيد بيه يطلع. يعني لازم هو قاعد 8 9 سنين عشان ايه؟ عشان يطلع فريق الاول. النادي بقى اللي عمله يستفيد بيه سنه 2 3 وبعد كده يطلع ينطلق. استغربت ان امير توفيق كان عايزه؟ او هم عينهم عليه؟ لا خالص طبعا، هو الولد مميز جدا. لا خالص ده شطاره من ايوه انا قصدي كده يعني استغربت ان حد مركز ان هم لا لا كابتن امير توفيق شطاره منه طبعا ان هو يجيب الولد، بس انا طبعا اشطر ان انا جددت له. بالظبط انا قصدي عليك. لا ما هو لما يبقى اشطر يعني هو شنطر ولا اشطر؟ اشطر فيها اشطر منك. طبعا لا يعني يعني مش قصه شطاره ولا حاجه، بس القصه في ايه؟ ده ابن النادي، ده ابن النادي خلاص يعني. انا وانا قاعد معاهم يا جماعه ما ينفعش، ما ينفعش الكواليتي ده. وبالمناسبه يعني تحيه للسكاوتنج تيم بتاع النادي الاهلي، لان انا قصدي عليه اللي هو طبعا تحيه. خلي بالك ده هو واخده هو احمد نادر حواش، واحمد نادر حواش كمان ليه انطلبهم؟ لا هو خلاص الموضوع خلص معاه، الموضوع يعني موضوع يعني يعني موضوع خلصان، قصه خلصانه يعني. ساعتها بقى جون ابوكا خلاص كله حدد الرقم ده. اه انت بقى في سيراميكا بقى بكام؟ جون ابوكا خلص في سيراميكا ب 29 مليون 28 مليون. نادي انبي بقى ايه مصادر الدخل؟ يعني هل في من الشركه بيبقى في مبلغ معين كل سنه؟ ولا طبعا انت بتبقى كده كده الميزانيه من بيع اللعيبه؟ لا 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 ازاي؟ وفقا للنظام الاساسي احنا بيجي لنا دعم من الشركه، ده وفقا للقرارات الجمعيه العموميه. طب هل في يعني فكروا الشركه بتفكر ان نادي انبي لازم بقى يعني ياخد بطولات يطلع يصعد افريقيا؟ لا الشركه ما يعني ما ولا هو الموضوع اللي هو الموضوع يخص مجلس الاداره مبدئيا. الدوري ليه متطلبات تانية خالص وعوامل تانية خالص ما تنطبقش في انبي. تنطبقش في انبي؟ لا يعني عايز اقول لك ايه، الدوري يعني جمهور، وجمهور مش قليل يعني دعم، يعني شويه فنيات مختلفه، يعني مصاريف مختلفه. طب مثلا كاس رابطه، كاس مصر؟ اه كاس رابطه يا محمد ده انبي خدت كاس، اصل كاس مصر انبي خدته مرتين، كاس مصر غير الدوري. انبي مثلا اللي هو يكون موجود في مربع ذهبي، اه حاططها انت المفروض الموسم الجاي ممكن خلال ممكن خلال اربع سنين. طيب انت كنا بنتكلم ان الانديه المصاريف كتير، هل الانديه بتكسب؟ على حسب التارجت اللي مطلوب منها. نادي زي نادي انبي ممكن خلال سنتين يكسب، خلال سنتين يكسب يكسب كويس. هل بالفعل كان من ضمن الخلاف بينك وبين الكابتن حلمي؟ الكابتن حلمي ما كانش بيتواجد مع اللعيبه في المعسكر؟ انا ما فيش خلاف بيني وبين الكابتن حلمي، مش علشان بنحب بعض او بنكره بعض، على فكره الموضوع مختلف خالص. هو ما فيش مدير فني بيختلف مع رئيس نادي. هو المدير الفني ده تايتل في 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 جزء في النادي، في ضمن المنظومه. فما فيش ارض مشتركه بيني وبين المدير الفني ان احنا نختلف. هل فعلا كابتن حلمي ما كانش بيروح المعسكر؟ كابتن حلمي ما كانش بيحضر المعسكر، يعني ما كانش بيبات مع اللعيبه في الفندق. طب وهل ده طبيعي؟ برضو علشان يعني انا جيت لقيت الوضع كده، حتى لو اتكلمت معاه يعني الموضوع بقى في موضوع المعسكرات ده ابسط شيء، كان بيخلص
حاجته الناس بتسافر وهو تاني يوم بيسافر له. ما اعرفش بعد كده ايه اللي حصل. هو اي فريق بيبقى لازم مدير فني موجود مع اللعيبه في المعسكر. ده طبيعي جدا يعني. بالظبط يعني ده مش لا حاجه. لا ده طبيعي جدا. لا انا عايز اقول لك على مفاجاه تانية، ان هم دايما كانوا يفهموني يقولوا لي اللعيبه حساسين جدا واوعى حد. طب ما من ضمن الحساس من ضمن لا انا موافق صح، والمعسكر بيبقى تركيز جدا. طب ما من ضمن الحاجات دي ما فيش رابط، المدير الفني مش موجود. الرابط يكون موجود. كابتن حلمي طولان لما يجي يتكلم على فنيات الكوره انا ربع كده واقعد اسمعه واكتب وراه. انا استاذ اداره، تخصصي وشغلي، ما ينفعش تحرمني منه. زي ما بديك حقك في فنياتك لازم تديني حقي في تخصصي. معلش انا عارف ان انا عينيا منفعله شويه، بس الا في شغلي. فاهم قصدي؟ ما ينفعش حد يجي يقول لي يلبس شورت وفانيلا. يعني يلبس شورت وفانيلا؟ طب بقول لك ايه، انا عندي في النادي 5 انشطه، البس انا شورت وفانيلا فيهم؟ وصلنا كده لفقره الاسئله السريعه. افضل رئيس نادي الموسم الحالي من وجهه نظرك؟ كابتن محمود الخطيب الاهلي. اهلي. طيب افضل مدير فني مصري؟ تامر مصطفى. افضل مدير فني اجنبي؟ يعني انا يعني كنت شايف زوران اتحاد يعني عنده شويه حاجات كويسه. حاجه نفسك تبقى موجوده الموسم الحالي مع انبي يعني، وعايز تطبقها الموسم الجاي؟ اي حاجه بت بت بتميل ناحيه الرقمنه، اديجيتالايز اي حاجه هعملها. يعني نفسي كل حاجه كل حاجه تبقى مربوطه بالفرقه بارقام وديجيتال، والحياه الحياه لطيفه في الفريق، في التدريب محتاجين درون علشان يشوف تحركات اللعيبه بالزاويه الراسيه والاوف بول. يلا الجي بي اس في مثلا جيل متطور اكتر بيعمل. يلا الدي ان ايه للعيبه والايرنت. يلا هل انت بتعملوها في نادي انبي التحليلات دي؟ ما كانوش بيعملوها وانا داخل عليها بعملها. هتعملها؟ طبعا. انها مكلفه جدا. تكلفتها قصاد اصابه لاعب كنت ممكن تحميه ولا حاجه ولا حاجه. وملازمه مش عشان لاعب، عشان بني ادم. ايه الشيء الايجابي اللي في الدوري الموسم الحالي شفته وعايز يكون موجود الموسم الجاي؟ صديقي العزيز حبيبي احمد دياب عامل جهد ومش مقصر، عايز دايما تطوير، وانا شخصيا معاه في اي حاجه عشان نفسه يعمل حاجه محترمه جدا للدوري المصري. طب ايه الشيء السلبي اللي شفته في الدوري وعايزه ما يبقاش موجود الموسم الجاي؟ ما عنديش مشكله خالص خالص في تقنيه الفار، الفي اي ار، او الغاء الهدف او تأييد الهدف. عندي مشكله في التايمينج. يعني دايما بنلجا يا حامد للتكنولوجيا. يعني التكنولوجيا دي انا بنروح لها علشان تديك حاجه ادق ووقت اقل. ما ينفعش اروح والاقي ان الوقت اكتر. يعني ما ينفعش حاله تتشاف في الفي ار 10 دقائق. كنا مستمتعين جدا بوجودك معانا ونورتنا وشرفتنا في موقع في الجون. انا اللي سعيد بيك جدا، وانت عارف انت ليك معز عندي، واتشرفت بيك وتنورنا في اي وقت. ربنا يخليك. سعيد بلقاء. ربنا يخليك.